يا صباح الخير، أتفي البركة على أحلى متابعين بالعالم. رجعت لكم من جديد، أنا علا بفيديو جديد. هلأ فقت الصباح وعم برقد رقد، رح فرجيكم اليوم يومي بدون اليوتيوب. عن جد خلف الكواليس نحن لليوتيوب منرتب وبنعمل زوزاءات وبنعمل ديكورات وهالقصص. اليوم حابة فرجيكم كيف كلياتنا مثل بعض. وهلا سعيد رايح على شغله، رح الحق له القهوه لشوف شو بعمل. هلا ليلي فايقه وحاططها هون على الشباك حتى هيك تروق. كثير بتحب تقعد على الشباك تتفرج على العصافير. لا 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 مامي، لا 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 وقت، لا ماما بتحرق كمان. في مشكله، كرسي كبير شويه عليها. ليلي قولي صباح على خير يا ماما. ايه صباح على خير يا ماما، صباح الخير. Good morning. Good night. المهم هون عم بحضر لها فطورة، بعبيه الكتل فوق ما تتخيل وبعبيه مي سخنة لأنه بيلزمني لفطور ليلي وللقهوة تبعيت. ما شفت كل كاسة شكل لا في الصينية. هون أكلة لليلي. كل ساعة كنت رح أحكي لكم على فطورة لليلي، كتير بتحبوا هذا الفطور اللي هو السيريلاك بالجبنة مع الحبوب كلياتها. حطيت لها فوق معلقتين لبنه الكريميه، وهون عندي تقريبا الموزه الكبيره كتير تلتها يعني او نص موزه عاديه، فراح اخلطهم مع بعضهم هدول وشهرست الموزه. هلا شوي بعطيها لليلي حبيبات، يعني ما بعطيها مهروسه، بعطيها يا شقف شوي بس طرايا. فهلا اول شغله خلوني، لانه سعيد ما بقي له كتير لازم يروح على شغله، فهيك رقد بين بنتي وبين كذا. دائما بفكر بالامهات اللي عندهم ولدين ثلاثه وبده يبعثوهم على المدرسه، الله يعينهم. عن جد جيتنا هالايام بس الله بيعين، سبحان الله. حطيت لها نقطه مي سخنه، شيء هي اللبنه اذا اجاها مي سخنه كثير بتذوب بسرعه، فبخلطها مع السيريلاك. بعدين بضيف الموز، بضل هيك بضيف لها شويه مي. رح اضيف لها كمان شوي لانه كثير صارت سميكه. انا ما بعرف بعطيها مريق، عبر اريد اسمك لها شوي هيك. هلا تمام لوقت اللي يفنش شوي عندي السيريلاك، بدي احضر شوكولا وهيك شغلات. دائما عندي هذا هيك جاهز، جاني ضيف عملت قهوه بنقعد هون اكثر شيء بالمطبخ، فهذا صحن السعاده مسميته. هذا الكوكيز ما حكيت لكم عليه، اخذته من البيم. اذا اخذتوه كثير راح تنبسطوا على هالدله اللي دليت هون عليها، لانه هذا كل شيء بسكويت بالشو اسمه بالزبده كثير 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 طيب. فهاد يعني 100% حقيقي طعمته انه بالزبده بالزبده. صار العلبه كلها 16 وما باقي فيها شيء. هلا بالعاده اذا فقت ابكر شوي بلحق فطور، هيك فطور سريع سندويشات وهالقصص. بس اليوم سعيد معزوم على فطور بشغله، وانا رايحه مع رفقاتي فطور، فكمان رح صور لكم الاجواء وين رايحين. اللي زمان فكره ما طالع على مطاعم وفطورات وهيك حتى ولا غدا، يعني عم ما بيصحنا عن جد هيك من عجقه الحياه ومن عجقه الهذا، صاير هيك كثير مختصره هالقصص كلياتها. ليلي Do you wanna have your breakfast? Do you wanna have your breakfast? Say hi. Say hi. Lily, where's the bird? It's over there. Where's the bird? It's over there. شفت قلدني بترفع ايدها. It's over there. Okay. Peek-a-boo. طيبة حطيتيها. هلا بعد ما طعمت القلوش، هلا حدا صور لكم سعيد لطش الكاستين.
الكافي لانه رايح مع رفيقه، فقال له رفيقه بليز خلي مرتك تعمل لنا قهوه، فقلت له منيح يلا القهوه جاهزه. هلا رفيقه عم بستنى. مثل ما شايفين ليلي خانم صارت جاهزة وعملت الديكور الشعر الحلو اللي عملت لها اياه، تسريحة الشعر. على فكرة شعر ليلي كتير رقيق وخفيف، اكتبوا لي بالكومنتس انه شو بتنصحوني اعمل. هلا انا بس عملت شامبو جونسون وانا ما حلقت لها شعرها بعد الولادة، فبحسه كتير رقيق. ولهلا في عندها قشرة هي بالراس، شو بسموها خبزة الراس او هيك قشرة موجودة براسها، فهي انه ما لازم تروح على السبعة من الشهور. اكتبوا لي بالكومنتس شو بتنصحوني. قال لي الدكتور انه كله طبيعي وعادي، وانا كانه دكتور كتير متساهل كل شيء بيقول لي طبيعي وعادي، فبدي نصيحتكم. هلا جينا على الزيوت، ما بتتخيلوا الزحمه الموجوده، شايفين؟ هلا اللوش فطرت، صار وقت اما تفطر، عم نستنى رفقاتنا، بس زحمه زحمه مي طبيعيه اليوم. على فكره فطور الزيوت ما كتير يعتبر مقبول وطيب وكريمين. ورمروم قولي هاي، فاتي بالكاميرا 10,000 مرة. رولا قولي هاي. شوفوا نحن ايش قد ملتزمين، جينا اول شيء. هلا رفقاتنا البقية جايين وبرا، انا مش بحب القعدة برا بس زحمة، يعني لسا وقفنا نستنى لحتى تبدا طاولة لحتى لاقونا طاولة. وما شاء الله هذا الزيوت ما موقعه بين البن ايفلر والجامعة. ليلي ليلي لا لكم عروض الشغلات الحلوه. شوفوا هدول كاسات صراحه كتير حبيتهم، الوحده ب 12 ليره. رح فرجيكم شقد حلوه رسمتهم، شوفوا لي هاي الموف وكتير كبيره. انا على فكره هدول كتير بحبهم لرمضان. طلعوا هاي البوردو واحلاها، وهي كمان حبيتها، هاي الزهري شقد حلوين. رح اخذ منهم هاي زرقاء، انا كتير بحب اللون الازرق، هاي بتجنن. رح فرجيكم هون هدول القصوص الزرع كتير حلو، بنحطه على الطاولة، طاولة النص. هدول الطقومة تبعات الصحون وهيك الصيفيات اللي بنحطه هيك للبرندا. شوفوا لي هدول، رح فرجيكم الرسمة من برا. هاي هيك، بس هدول بحسهم كتير صيفيات. هدول كمان حلوين لإيش؟ هدول على فكرة بتعرفوا شو؟ تبعات البهارات وهيك، تبعات القهوة والشاي. هاي مفرش تخت، والله حلو هاد. يا كتير لونه حلو، شوفوا لي اياه شو رايكم؟ عجب. هذا مجوز ولا تك؟ هذا واحد بس، لو كان مجوز كنت أخذته. هاد مفرد، مشكلتهم مفردين. رح أجيكم هذا البسكويت بنصحكم فيه، اللي هو بالزبده
بجنن من العروض. بالزبدة شايفين هاي صورته تريا مكتوب عليه كتير كتير طيب. وإيش في كمان؟ هذا الحرام حلو بس هلأ مو بقى يعني صار هيك عم تشوه بالدنيا بسرعة. رح فرجيكم هدول كتير حلوين. ايه هي ال طيبة؟ ورجيني مشمش مجفف. بالمشمش المجفف هاي. هلا هاي العروض الكبيرة مثل هاي كتير حبيتها لورا باب البيت الكونسول يعني. هيك بسيط وحلو. هاي العروض الموجودة أنا جاي بصراحة آخذ من هدول لغرفة ليلي. هدول ايه من الحمص عاملين شيبس. اوكي هاي باللبن هاي بالبهارات وهاي بالافوكادو. ما فهمت ايش عرفك انه من الحمص؟ ها حمص شيبس حلوة ها فكرة. رح ندوقن لكم عليهم. تعي لهون شوف العروض البقية. في هدول ماركة فكير انا بحب ماركة فكير على فكرة كويسة. هاي تبعيت الهارس وكذا. هاي محضرة الطعام. هاد جهاز رياضة كثير مشتية اجيبه. هدول هن اللي عم بدور عليهم. شوفوا شغلتين كثير في شغلات. هلا على الصيف رح اعمل تجديد ببيتي غرفة النوم خاصة الكومودينا اللي رح تبعت الاكسسوار والميك اب وهيك كتير متضايقه منه بصراحه. وغرفه ليلي رح اعمل لها تنظيم اكثر. وغرفه المونه والمطبخ هذول كلهم كونوا بانتظارهم. هاي كمان ميكسر. هذول الاطباق كتير بحبهم على فكره للشاي لفنجان القهوه. اذا عندك فنجان قهوه بيضه ساده صار لون هذا الطبق. شوفوا هاي ممسحه انه هيك تدخل تحت الديوانات. شوفوا لي شكلها هيك بتنتنى لتحت الديوانة. حلوة فكرتها. جيت على احلى محل السواكيكي هون. السواكيكي هون بالفورم بمول فورم هو افخم السواكيكي هون. الباقيه بقيه المولات بتفرق انه بيكونوا القطع ما كامله. هون المنبع تبعهم يعني. اوكي خلوني محتاره منين رح ابلش الفورم. رح ابلش لكم الطقم الاسود اللي بياخذ العقل. معلومه مليت منه لانه عندي طقم اسود. شوفوا لي هي الصينيه الشمعدان هدول. هلا انا رح اخذ من عنده شويه شغلات. عجبوني هدول صحون العصافير كثير. وهدول حابه اخذ ست لرمضان. فهدول بيجوا ست صحون كبار وست صحون صغار. شو رايكم فيهم؟ بصراحه كثير حبيتهم لانه غرفه السفره الجديده لونها اسود. فحابه انه هيك اخذ لها اكسسوار يكون حلو. هي السله كثير حلوه بتنحط بالحمام للبشاكير او بالمطبخ. طقم التخت كمان رح اخذ طقم تخت من هون. رح فرجيكم انا طالع كثير هذا على فكره. اذا انتبهتوا طالع موضه الالوان العسلي مع البناني مع الاسود. هاي الالوان شايفينها هون قدامكم. هاي اسمها بوهيمي. اوكي يعني هاي الالوان البوهيميه مع الخضار. هلا كثير طالع موضه السنه. هدول الاطارات بجننوا بصراحه. هدول الاطارات من هذيك السنه كان سعر الوحده 25 هلا صايرين 70 ليره. تخيلوا هاي عشقي كثير حبيتها. ليش؟ لانه هي بتنحط بالمطبخ بنحط فيها فواكه هيك قصص وهيك شعبيه يعني بتذكرنا بالايام زمان. مكتوب عليها سعرها. هلا اكثر شغله حبيتها بصراحه هون في البشاكير. عم بحاول اعمل لكم جوله مي سريعه لانه امس بالجوبين بلاستيك الجوله عملت لكم اياها قلت لكم علا زيغتي نظرنا. فكتير رايقه. هلا شايفيني قد ايه رايقه. هي السله للحمام كمان كثير بحبها بنحط فيها الصوابين. في منها الاكبر بنحط فيها للبشاكير كثير حلوين. هلا انا قلت لكم على الصيف كثير رح اعمل انقلابات بالبيت وهيك. فعم ببلش غرفه غرفه. فهلا حابه اخذ شغلات للمطبخ ولغرفه السفره الجديده. رح شارككم معكم اول شيء الشغلات اللي رح اشتريها وبعدين رح اشوفوا كيف رح طبقها. اوكي فهون هون الشطاره بصراحه. هدول المجات هيك اللون النمر وهيك ما اشبه الالسي منزل كل فتره ثيم فكره معينه. فهلا منزل فكره البوهيمي مع الخضار. هدول زراعه جنيت عليهم كثير حلوين.
هاي شمعة دام. شو وجد حلوة أكابرية. هدول الصحون مكتوب عليهم انجليزي كتير بحبهم. هدول شمو روايحهم تعتبر مقبولة بس ما بسخن اشكلهم صراحة. خاصة اذا شمعة لحالها. هلا تكون بالعلبة ايه معقول. هلا جينا هون على هدول الشغلات. هدول السلات. هدول السلات بنحطهم مثل بغرفة القعدة بالزاوية بنحط فيها اغراض الصلاة. حابة اخذ لرمضان سلة احط فيها اغراض الصلاة. شو رأيكم كمان بهالفكرة؟ وهون في المقات وهالشغلات وكذا على بالبهارات. قد دورت عليهم ما لقيتهم بالاخير قررت انه انا اخذهم اونلاين. حكيت لكم هدول الشلمونات رح احكيكم عنهم اللي هن البلور بتيجي معهم فرشايتهم. هلا هون فنيجين القهوه يعني كثير بعتبرها عاديه انه بس هيك ماركت السي بس الطعم كثير يعتبر رخيص 100 ليره. هلا كمان عاملين عليهم تنزيلات. هدول مكتوب عليهم الانجليزي حلوات وجنبهم حلوات. هدول حلوين اللون الفضادي بس مو مثل الفناجين التركيه المشهوره. شوفوا لي هاي الزرعة كتير حلوة. هاي قنينة المي كتير حبيتها بصراحة حلوة. هاي اللي إلها غطاء بنحط على الكوميدينا الصينية بنحط فيها المي التمر الهندي السوس كتير حلوة. هدول الشمعدات هلأ طالعين اللون الشفاف اللي على سواد أو على بني كتير كمان طالعة يعني هلأ اكتشفت انه طالعة مبطن. هدول الزرعات جننوا كتير كتير حلوين. رح يكون أسعارهم أنا بحاجة ما بقلكم أسعارهم 60 ليرة 60 ليرة. شايفين كل شيء غليان. هدول الشمعدانات هدول ما عرفت لايش هيك يعني بنحطوا على الحيط ديكور او هيك شيء 40 ليرة. هدول عاملين عليهم تنزيلات. هلا هون المقات وهالقصص. في الطقم التخت اللي عارضينه برا كتير حلو بصراحة. هاد بس الاسود لغرف النوم ما كتير بفضل. شوفوا هاي السلة بقلكم عليها اللي تجرب تحطوها بالحمام بالبشاكير او غراض الصلاة بغرفة القعدة. هلا خلونا ندخل لجوا اكثر. شوف في عندهم. هلا هون تبعات الحمام وهيك ما كتير بلفتوا لي نظري. في هدول السلات حلوين للاطفال بغرف الاولاد. هدول ارانب المخدات. هلا خلصنا من الشتاء ما راح اخذ شيء شتوي بصراحة ابدا. راح اخذ كله صيفي. هدول مدات للحمام. هاي رح احكي لكم عنها. هاي السلة بصراحة بدور عليها رح اخذها للمطبخ احط فيها زرعات لانه قلت لكم رح اعمل كورنر بالمطبخ لرمضان كتير حلو حتى وقت اصور لكم فيه كتير يكون ملفت للنظر وحلو. هاي المراية العين كمان كتير طلعت موطة. هاي شايفينها. في منها بالمكرمية وفي منها هاي الحديد وفي ورا هدول اللوحات السود اللي هيك حدايد. هاي رح شوف شقد صاير. سعرها حلوة لغرفة النوم 79 نازل سعرها 150 ل 79. إطارات الصور على فكرة عنده كتير حلوة ومرتبة. مرة كنت عم تابع وحدة هذا على الانستغرام تركية أنا بتابعها فجايبة كانت إطار صورة من عند انجلش هوم وعم بتقلن عليها وياي وش قد حبيبتها ولمين وصيت عليها كنت عم بستناها تجيني وما بعرف شو. هي لسه عم بتحكي هيك طبت انكسرت صارت 100 شقفه. فيعني هالقصه بس كل ما اشوف اطار صوره بتذكرها وبعدين صارت ستورياتها كلها انه انا انحسدت انا ما بعرف شو. طبعا عين حق بس يعني كثير وقتها اوفرت فيها وهي بمحقها ترتعب انه لسه شغله هذاك الوقت شاريتها وصامتها وكان عم تستناها وتجي تطب. هدول كمان كثير حلوين على فكره. هدول كمان للحمام بنحطه. هدول كل شيء رائعك. العاب الاولاد هدول انا اخذ منها هي بتذكروها. هاي اخذه منها حاطه فيها مخدات ديكور. هلا هون الحرامات الشتويه ما راح اقرب عليهم راح اجيبهم. هدول بنحط فيهم هيك الكانديز وهالقصص بالمطبخ. انا كنت عم بفكر انه اخذهم احط فيهم بهارات بعدين طلعت قلت يعني القطعه ب70 حق طقم بهارات بصراحه لا انه بدي اخذ شيء اقتصادي اكثر او انا اعمله بايدي. هدول على البهارات اللي عم بحكي لكم عليهم عم بدور عليهم بس اصغر بالحجم. هلا خلونا نشوف قومه التخت لانه رح اخذ طقم التخت يكون موديل جديد. هدول نفس موديلات هذيك السنه ما نزل شيء جديد. حاطه عيني على هذا الاصفر وكان في واحد اصفر. هذا هو اصفر مع البترولي هذا نازل جديد. هدول هلا هيك هي الرسمات اللي قلت لكم بوهيميه اسمها. هدول نازلين. في هذا الاخضر حلو دي هيك يعني واحد صيفي. هدول مخدات تبعت انجلش هوم المخدات المشهوره عند انجلش هوم
نزلوا مننا القاسي بس الوانهم كتير قليلة. الانجليش هون كان عندهم الوان اكتر. شوف هاي شقد حلوة لألعاب الأولاد بغرفتهم. نهاية هالفيديو الحلو والممتع اللي كنت كتير مستمتعة وأنا عم بصور لكم إياه، لأنه بس بفكر بهدول الستات اللي قاعدين بالبيت ما بيقدروا ينزلوا من بيتهم يشوفوا شو في بالسوق، يستمتعوا بالمشاهدة، أو إذا عجبهم شيء ممكن ينزلوا ياخدوا بدون ما ينزلوا يتعذبوا ويعملوا جولات. فأنا هي الفائدة الأساسية اللي بحب أفيدكم فيها من خلال جولاتي، وأنا ما شاء الله روح قلبي إنه أنزل جولات وبنفس الوقت إنه أنا أصور لكم. فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بنفس الوقت بالنسبة للمشتريات اللي أخدتها والشغلات اللي رح أعملها ببيتي، الانقلابات كلها رح تشوفوها من خلال الفيديوهات القادمة. فاللي ما مشترك يشترك بالقناة حتى تشوفوا الديكورات الجديدة اللي رح أعملها. رح أخذكم معي غرفة غرفة من ناحية المشتريات لكل مكان ببيتي، ومن ناحية الديكورات الجديدة يعني كتير رح أعمل شغلات حلوة على فكرة بسيطة، ما رح أعمل كتير شيء أوفر أو شيء هيك كتير كبير. ففي شغلات أوريدي موجودة عندي بالبيت رح أستفيد منها، في كتير أفكار حطيتها ببالي، فكونوا بنتظر هالفيديوهات. بس رح أمسكن على فيديو ما بصدق إمتى أنزلكن يا فيديو ديكور رمضان هالسنة. يعني أنا شوفوا الشي شهرني بصراحة بقناتي هي فيديوهات ديكورات رمضان، خاصة في سنة 2019 كان ديكور كسر الدنيا، وخاصة ريلز اللي نزلته أو الفيديو اللي نزلته على الإنستغرام كان كتير مشهور. فهذا الفيديو كونوا بانتظاره لأنه جايبت لكم شغلات بتجنن. ما رح أحكي أكتر من هيك، خليكم محمسين لإله. وبس هيك بكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى يكون الفيديو حبيتوه عجبكم. بشوفكم على خير في فيديو جديد. يا أحلى عيلة، بايات وبوسات.